السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن علاء الخواجة. ومن هو علاء الخواجة؟ رجل الأعمال المعروف، وهو زوج الفنانة القديرة شريهان. وعلاء الخواجة هو رجل أعمال أردني الجنسية من أصول فلسطينية، ويقيم في جمهورية مصر العربية، ومن المشاهير على مستوى العالم العربي، وشخصية كبيرة ولها تأثير كبير في مجال رجال الأعمال. وتزوج مؤخرا من الفنانة شريهان التي تبلغ من العمر 57 عاما. وكانت شريهان قد ظهرت في الفترة الأخيرة في إعلان استعراضي نال إعجاب الكثيرين بعد اختفاء فترة كثيرة عن الأنظار، أو فترة طويلة عن الأنظار. وشريهان من مواليد سنة 1964 6 ديسمبر، وهي ممثلة مصرية، وقدمت الأعمال الناجحة من أهمها فوازير رمضان التي قدمت فيها نماذج استعراضية، والعديد من المسرحيات وأيضا المسلسلات، ولقبت بلقب حسناء هوليود الشرق ونجمة الأحزان. ولها من رجل الأعمال على خواجه لؤلؤة وتالية القرآن. وولدت في القاهرة، وتعد من أهم الفنانات المصريات، وقد بدأت حياتها وهي في الرابعة من عمرها، وعملت في المسرح والسينما والتلفاز، ثم توقفت عن العمل في فترة في عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثر على عملها في السنوات الأخيرة. قامت بالعودة إلى ساحة الفن عام 2017، وقامت لها حفل برعاية العادل جروب. وكانت قد برعت في بدايتها في المسرح في السك على بناتك وعلشان خاطر عيونك مع فؤاد المهندس، ومسرحية شارع محمد علي، وفريد شوقي. عملت في السينما بالعديد من الأدوار السينمية، أهمها أفلام الطوق والأسطورة، المرأة والقانون، وفضيحة العمر، وعرق عرق البلح، وميت فل الحب والرعب، وخلي بالك من عجلك. كلها أفلام سينمائية ناجحة. أما بالنسبة للدراما فقدمت دمي ودموعي وابتساماتي، وقدمت الفوازير، وكانت من أهم أعمالها الفوازير، وكانت قد نجحت كثيرا في الاستعراضات التي قدمتها. أما من الأعمال السينمائية الهامة: العشق والدم، جبر الخواطر، يوم حر جدا، سوق النساء، الحب والرعب، فضيحة العمر، شارع السد، مدام الشلاطة، خلي بالك من عقلك، العذراء والشعر الأبيض. أما في الدراما هذه نماذج وليست الحصر. أما في الدراما فدمي ودموعي وابتساماتي، القلوب عند بعضها، وعادت الأيام، بلاغ الله العام. أما في المسرح شارع محمد علي، علشان خاطر عيونك، سك على بناتك، والفوازير حاجات ومحتاجات في 94، ألف ليلة وليلة عام 88، فوازير حول العالم 87، ألف ليلة وليلة الورد الشان ومندو عام 86، ألف ليلة وليلة عروس البحور عام 85. شكرا لكم.